المبادرة اللي درتها تخي سامبل، دارها ولد الشعب، دارها مغربي قح كيحب بلادو كيحب ولاد بلادو، شاف ولاد بلادو داروا كسيدة قال باش نقدر نعاونهم الناس باك الله عطاو الدم بما فيه الكفاية. قلت راسي أنا كنبيع الماكلة، عندي مجموعة مطاعم، قلت شنو غادي نهدي لهاد الناس، نهدي لهم واحد الوجبة ساخنة اللي نقدر نفيدهم بها. لانه مشيت شفت لقيت داكشي فحال يرتله، لقيت الناس جايين من بوادي ومن مدن بعيده، وقلت يعني هاد الناس واخا ما غيكونوش كيفكروا دابا في الماكله، ولكن وجبه منزليه خارجه من القلب الخالص ولو بسيطه بكل بساطه صافا لو فيغ لو فيغ بليزير. وتجنت انا والفرق ديالي، والغريب في الامر هو ان البيرسونيل ديالي اللي هما ولاد الشعب قالوا لي الشاف الخلاص ديال اليوم كانوا هبوا لهاد الناس نزيدوا بهم لي فخوي ولا دانون ولا شي حاجه، ولي فام دو ميناج اللي كانوا عندهم اوف اليوم جاوا باش يخدموا، بغاو يخدموا فابور، بغاو يتعاونوا مع دوك الناس ولبسوا لي غون طابليات، ومشينا كلنا للسبيطارات وفرقنا على دوك الناس. لا رياكسيون ديال الناس كانت زوينه بزاف، لاقاش هي اصلا فاش كتكون كتفرق الماكله كلشي كيكون زوين، كساسوا في فاجعه ولا ماشي في فاجعه، لا رياكسيون الناس تبهضوا. اللي بغى يتصور اللي بغى ما فهمش، دونك ورا كومونسي ادوني الخنيشات للناس فيهم مشروب وفيهم الاكله اللي صوبنا لهم اليوم، فرحوا بزاف. انا كنضل مغربي ما خصوش الخبز، مغربي خص يعرف راسو دايرين به الرجال، هادشي اللي كيقلب المغربي فاش كيحس براسو اون سيكوريتي كيعيش مزيان. ما الخبز حتى واحد ما ناقصو الخبز في دارو، كنظن كل واحد بخيرو، الناس داروا الواجب، المغاربة تجندوا كل واحد شنو عطى. انا جانسيت لي جون ا ايدي انكور بلوس، كتبيع المانطات دي مانطا، عندك تريكوات قدام عطي للناس، الناس راه ناعسين في الزنقه والشتا والبرد، ساهموا. شفت الحاله باش شفت الناس اللي مراد، الحاجه لو بلوز امبورطونت سي خص يكون واحد الاستمرار وواحد لو سويفي في الحاله النفسيه ديال هاد الناس. كاينين الناس ما وقع لهم والو، داروا الاكسيده وي مي ربما تجرحوا اوني غاتينيغ ولا جريحه صغيره، كيقولوا لهم ما عندكم والو صافي غير سيروا، ولكن سكي سو باس لا النفسانيه ديال دوك الناس شافوا الفخاد مقطعين والريوز والروح كتزهق قدامهم، كنظن دوك الناس اولى بهذا الاهتمام. جانسيت لي بسيكولوج في المغرب تبارك الله عندنا بزاف، انهم يديروا شي انيسياتيف باش يعاونوا هاد الناس ويوقفوا في جنبهم بوكو بلوس معنويا كماديا.